لما بنلاقي شخص ذكي، شخص عنده قدرة على التفكير جيدة، شخص مبدع في حياته، شخص بيعرف يكتسب معلومات بشكل جيد، بنقول إن الشخص ده والدته اتغذت كويس جدا في فترة حملها. المعلومة دي حقيقية. الإنسان الذكاء بتاعه وقدرته على التفكير بيتشكل في اللحظة اللي كان فيها جنين في رحم الأم. في بعض العناصر اللي لو توفرت في جسم المرأة الحامل استطاع الجنين أن يحصل عليها، وتساعد هذه العناصر على تطوره العقلي، على نمو الدماغ، على نمو الجهاز العصبي، وعلى البذرة الأولى اللي بتشكل الذكاء عند الإنسان من لحظة ما كان جنين في رحم الأم. هنتكلم النهاردة عن الأوميجا 3، ولكن في حلقة النهاردة هنقول على إشكالية كبيرة في الأوميجا 3. في مصادر آمنة للحصول على الأوميجا 3 بتحصل عليها المرأة الحامل، وفي مصادر غير آمنة بنقول لها خدي بالك. أي نعم الأوميجا 3 مهمة للتطور العقلي عند الجنين ولنمو جهازه العصبي، ولكن مش من الحاجات دي. خليك معنا في حلقة النهاردة. معكم باسم حامد، التوعوي في مجال الأمومة والطفولة، والحاصل على دبلومة توعوية في مجال صحة الحامل والطفل. وحضراتكم بتتفرجوا على قناة الروشتة اللي مهمتها فقط التوعية، أما أي استشارة أخرى فعليكم الذهاب إلى الطبيب الخاص بحضراتكم. الأوميجا 3 مش بس كمان مفيدة عشان الجنين وخلاص على كده إن احنا بناخد الأوميجا 3، طبعا من المصادر اللي هنقول عليها المصادر الآمنة، مش بس بناخدها عشان الجنين، لا، ده كمان الأصل بتاع الأوميجا 3 إنها مفيدة للحامل. الأوميجا 3 أولا بتعزز الجهاز المناعي للحامل، وطبعا قلناها قبل كده في كذا فيديو إن الجهاز المناعي للحامل في فترة حملها بيضعف. ليه؟ لأن الجهاز المناعي لو كان نشط في فترة الحمل هيعتبر الجنين اللي هو لسه نطفة صغيرة هيعتبره جسم غريب عن الحامل وهيبتدي يهاجمه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ثبط من الجهاز المناعي في فترة الحمل، يعني خلاه ما يشتغلش بنفس الكفاءة عشان ما يتعرفش على الجنين ويعتبره عدو لهذا الجسم ويعتبره جسم غريب فيهاجمه. ولذلك بطبيعة الحال إن السيدة الحامل جهازها المناعي يعني أقل كفاءة من الوضع العادي، ولكن عندنا حاجات بترفع وبتنشط بقى الجهاز المناعي عشان تقاوم، مش تقاوم الجنين، بقى تقاوم الالتهابات، تقاوم الأمراض. من ضمن هذه الأشياء المفيدة جدا لتنشيط الجهاز المناعي هو الأوميجا 3. الأوميجا 3 كمان السيدة الحامل اللي بتاخد كفايتها من أوميجا 3 وجدوا إنها أقل عرضة للولادة المبكرة، أقل عرضة لتسمم الحمل، أقل عرضة لاضطرابات المزاج. يعني تلاقي إن مزاج الحامل على طول مضطرب، على طول دخل في يعني دور كآبة. طبيعة الحال ده بيحدث طبيعي في فترة الحمل عند البعض من الحوامل. فالسيدات اللي بياخدوا كميات كافية من أوميجا 3 في فترة الحمل بيكونوا أقل عرضة، مش بقول إن هم مش هيتعرضوا، ولكن هم أقل عرضة من غيرهم لو حصلوا على كميات كافية من الأوميجا 3. الأوميجا 3 كمان مهمة عشان صحة عين الجنين، هي مش بس كمان لذكاء الجنين، لا، دي كمان عشان تحسين حاسة الإبصار، وإن الأطفال اللي اتولدوا لأمهات حوامل كان عندهم مخزون أوميجا 3 كافي في فترة الحمل كان عندهم حاسة الإبصار جيدة وبيتمتعوا بحاسة إبصار ممتازة. طيب إيه هي الحصة اللي يفترض تاخدها الحامل في فترة حملها، وإيه هو النوع الآمن من أوميجا 3؟ خلينا نقول إن النوع الآمن لو أنت هتاخدي الأوميجا 3 عن طريق السبليمنت، عن طريق المكملات الغذائية، اتأكدي ان نوع هذا الأوميجا 3 من نوعية DHA، وان الحصة هي 200 ميلي جرام يوميا. طيب لا اكتر من كده ولا ازيد. ونوعية الأوميجا 3 DHA لو حضرتك جبتيه من تلقاء نفسك اتأكدي، لو الطبيب هو اللي كتبهولك اطمني ان شاء الله هيبقى الطبيب كتبه من هذه النوعية الأمنة للحوامل. خليني اقولك ان اي نوعيه تانية ممكن تسبب العكس تماما في اللي احنا بنحكيه. يعني احنا بنحكي على تطور عقلي وذكاء الجنين وتعلم الجنين وحاسه ابصار، لا، ده ممكن يعمل لي العكس. اي نوع غلط، اي كميه غير مناسبه ممكن تعمل مشكله. ولذلك في التعليقات في اكتر من مره كذا حد سالني على اوميجا 3 اقول له استشير الطبيب. ليه؟ خد اوميجا 3 بناء على استشاره الطبيب يكتب لك النوعيه الامنه. حتى التغذيه نفسها في مصادر لأوميجا 3 من التغذية، يمكن أشهرها هي المأكولات البحرية. على ذكر المأكولات البحرية لازم تعرفوا إيه أصل موضوع المأكولات البحرية، والسمك بيعمل إيه في المية، وليه في بعض المأكولات ما ينفعش تقرب لها كحامل. السمك ماشي في المية في البحر، والبحر فيه زئبق. الزئبق ده كل الأسماك اللي ماشية في البحر العايمة في البحر
بيبقى فيه نسبة زئبق في جسمها. فلما بتاكل السيدة الحامل كميات عالية من السمك بيترسب عندها في الدم نسبة من الزئبق. لو الزئبق ده عالي عندها قوي هيتسبب هذا الأمر أنه ممكن يوصل عن طريق المشيمة إلى الجنين، وهيبقى ساعتها مؤذي جدا، مش عايزين نقول الأذى إيه، بس هيبقى مؤذي جدا للجنين. طيب لذلك الأفضل لما نيجي ناكل المأكولات البحرية، وسبحان الله تملي ربنا سبحانه وتعالى يوصي بني آدم بالوسطية في كل حاجة، وجبتين سمك في الأسبوع فقط، وجبتين سمك، والوجبة الواحدة لا تزيد عن 350 جرام، يعني في حدود الربع كيلو، أزيد شوية مفيش مشكلة، ولكن وجبتين سمك في الأسبوع. أكتر من كده ممكن الزئبق يعلى عندك في الدم ويوصل عن طريق المشيمة إلى الجنين، وده طبعا غير مرغوب فيه وغير مطلوب أصلا. في بقى مجموعة أسماك نفسها الزئبق عندها عالي، يعني السمك ده عالي عنده الزئبق عن الأسماك التانية. يعني مثلا سمكة زي سمكة القرش، لو حصلتي على لحم سمك القرش وأكلتيه ده فيه نسبة زئبق عالية، ده يفترض في فترة الحمل ما تقربيش منه. إنما مثلا سمكة زي سمكة البلطي العادية اللي هي الشائعة مثلا في الأكلات بتاعت المأكولات البحرية، سمكة البلطي مفيش منها مشكلة، نسبة الزئبق فيها ضعيفة، وكمان هنحصل على كمية اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكمية المعقولة اللي هي 300 جرام تقريبا، وجبتين في الأسبوع مش أكتر من كده. فما فيش حد مثلا يكون عايش في مدينة ساحلية أو إن واحدة مثلا بتعشق السمك وتعرف إن السمك مصدر جيد للأوميجا 3 فتبتدي تتناول السمك بكميات كبيرة، هنا هينقلب الموضوع إلى الضد. الأسماك الضارة اللي هي ممكن تحصلها على أوميجا 3 منها بس بيبقى مشكلة إن الزئبق فيها عالية، زي سمكة القرش، سمكة أبو سيف، سمكة البلاط، الأسماك الكبيرة حجما تملي بيبقى فيها نسبة الزئبق عالية. سمكة التونة من ضمن الأسماك اللي ممكن تحصلي على أوميجا 3، ولكن في تصنيع التونة ساعات بتحصل إن المصانع اللي بتصنع التونة بيشيلوا منها DHA، وده اللي احنا عايزينه ومش موجود. طيب ممكن نحصل عليه من مصادر نباتية، مثلا ممكن نحصل عليها من المكسرات. خليني أقولك إنك مش هتقدري في النهاية إن انت في فترة الحمل إن انت تحاولي تحصلي على الكمية المناسبة ومن المصدر الامن، فبيبقى يعني راحه للدماغ ان احنا نحصل عليه عن طريق السبلمنت، بس نتاكد كويس ان نوع هذا السبلمنت او المكمل الغذائي انه من اوميجا 3 من نوع دي اتش اي. الاوميجا 3 مشكلته من الاحماض الدهنيه ان الجسم مش بيصنعه، فبالتالي ما تقدريش تحصلي عليه من جسمك، يعني جسمك مش هينتج أوميجا 3، ولكن لازم يحصل عليه عن طريق التغذية أو المكملات الغذائية. فهنا بنلجأ إلى الأوميجا 3 عن طريق المكملات الغذائية، أفضل وضعية عشان لا نتعرض إلى فكرة إن السمكة دي لو أكلت منها طب هحصل على الحصة اللي أنا بقول عليها اللي هي 200 ميلي جرام، طيب هحصل على الدي اتش اي ولا النوعيات التانية اللي ممكن تكون مضرة، هل 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 هل، فنقطع كلمة هل دي خالص ونحصل عليها عن طريق المكملات الغذائية. ولكن لو حبيتي تستعيني بالتغذية وتاكلي وجبتين سمك في الأسبوع مفيش أي مشكلة، لأنها شيء برضو آمن، ولكن ده اللي يقدر يحافظ على فكرة وجبتين سمك في الأسبوع. طبعا الحصول على كمية كافية من أوميجا 3 في فترة الحمل كمان من شأنها أنها تزود وزن المولود، ولكن زي ما بقول لكم كده نطمن أن الجرعة مناسبة، لأن أي حاجة بتزيد أو ممكن تدخل معاها تركيبات أخرى. زي إيه؟ زي ممكن يكون موجود في الأسواق مكملات غذائية بيحتوي على أوميجا 3 معاها أوميجا 6 معاها أوميجا 9. طيب إيه اللي هيحصل؟ اللي بيحصل ممكن إن إحنا ممكن ناخد أوميجا 6 اللي جسمنا بيحتاجه من معلقة صغيرة من زيت الذرة، وكلنا تقريبا بنحصل على هذه الحصة نتيجة ان احنا تقريبا بنشتغل في اكلنا بزيت الذرة، يعني سيدة البيت دايما بتطبخ بالزيت اللي هو زيت الذرة في الاغلب، فبتحصل على الكمية اللي هي محتاجها من اوميجا 6. طب لو انا اديت الحامل اوميجا 6 كمكمل غذائي وهي بتحصل اصلا على اوميجا 6 في التغذية، النسبة لما بقى بتزيد ده بيعرضها للالتهابات، بيعرضها لامراض القلب وعد بقى حاجات تانية عكس اللي احنا بنتكلم عنه في الفوائد. طيب امتى مفروض على الحامل انها تاخد مكملات غذائية اوميجا 3؟ طبعا قبل التخطيط للحمل يفترض انها يكون عندها مخزون من الاوميجا 3، وخلال فترة الحمل، وكمان بعد الحمل
أثناء الرضاعة. أيضا الأم المرضعة بتحتاج أوميجا 3. طيب كمكمل غذائي هنا عليك استشارة الطبيب عشان تعرفي الدواء اللي معاكي جرعته قد إيه، أنت محتاجة 200 مللي جرام كحصة يومية، جرعته قد إيه. بالنسبة للتغذية ممكن ناكل وجبتين سمك في الأسبوع زي ما قلنا، من سمكة السلمون، الماكريل، السردين، بس مش السردين المخلل المملح، لا السردين تتعمل صينية يعني بدون تمليح عشان ما يرفعش عندنا الضغط. بالنهاية لازم تستشيري طبيبك الخاص في أخذ أي مكمل غذائي ربما لا تكوني في احتياج ليه، ربما يكون عندك مشكلة خاصة مع المكمل الغذائي أنت دونا عن بقية الحوامل، كل حالة خاصة بنفسها. وتملي بنقول إن الفيديوهات اللي بتقدمها قناة أروشيتا هي للمعلومة وللمعرفة وللتثقيف وفقط، ليس أكثر من ذلك. أي استشارة طبية عليك الذهاب إلى طبيبك الخاص. بشكركم شكرا جزيلا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.